السلام عليكم الزلفلاون، مرحبا بكم معنا في محلات اثاث ثقه. اثاث ثقه كما عودتكم رانا توجور نجيكم بحاجه اللي تهمكم، حاجه اللي طلبتوها بزاف بعد ما درناه لكم حنايا من محلات اثاث ثقه حصريه، وخاصه في هذا الشهر مدينا لكم هذا الصالون اللي فازتوا معنا الاخت تاع ابو اسماعيل، الاخت تاع ابو اسماعيل من هذا المنبر راح نقولوا لك بالبركه عليك. هذا الصالون راه هو اللي كليون تاعنا اللي دومونداو، اللي قال لك وين راه الصالون هذا اللي كنا نحوسوا عليه، اللي رانا نحوسوا عليه راهو كاين ديسبونيبل في محلات اثاث ثقه. قبل ما نبداكم في الصالون بارك الله فيكم، اللي راكم توجور دعمونا بالجام توجور مابونيين معنا، توجور راكم تبارطاجيونا كثر خيركم. حنا واش نقول لكم بكم انتم اللي توجور رانا نزيدوا نطلعوا نزيدوا نوصلوا المستوى. نبداكم الصالون هذا، الصالون هذا اللي فيه ان بتي صالون حنا نقولوا ماروكا، الصالون هذا اللي يجي سيباري، الصالون هذا اللي يجي فيه دو كانابي بالكودوار تاعهم حبي يقول بالظهر تاعهم. الصالون هذا اللي حاجه بيان فيني مخدوم بلو بوا اتر ستيل ماروكا، وخدمنا له كابيتوناج تاعو بالاونتيتاج والقاده تاعو بالدي 30، حاجه مانيفيك. ودرنا لكم دي جوتي كاع باللاوات كيما تحطو كيما يعاود يولي. الصالون هذا اللي بيان فيني خدمنا فيه دو كيما يقول لك لي كانابي ديالو، لي الناس الغرب يقولوا لهم السداريات، السداريات هذو ان بو صالون، حاجه اللي راهي ولات بقوه في العصر هذا ولا في اليامات هذوما ولا في 2021. الصالون هذا اللي درنا لكم اون طابل دو كوا فيها قاعده زجاجيه من الفوق، والديزاين الديزاين تاعو شوف الديزاين كاع ستيل ماروكا، النجمات راك تشوف لا فينيسيون ديكور واللوح في لو بوا كيما قلت لكم اتر. نولي توجور ثاني لو طابلو باز تاعها، شو شحال بياسه في خويا طابلو باز توجور كيما راح تشوف كانابي، راح تشوف طابلو كوا، راح تشوف طابلو باز، وبيان سور راح تزيد تشوف ثاني لو بوف تاعهم لو دو بوف تاعهم بالكابيتوناج، حاجه بيان فيني مانيفيك مخدوم، حاجة اللي تتنزه بها وتفرح بها العائلة الكريمة تاعنا. نروحو توجور في الصالون هذا، درنا لكم طابل جيكوند فيها 3 بياس، توجور بقاعدة زجاجية من الفوق في الفيمي تانتي، تقدر تنحيهم تمسحهم تعاود ترجعهم، تحبو تكوليهم تكوليهم نورمال. كيما درنا لكم هنايا في الطابلة هذه ولا في الطابلة هذه مام لو طابل باس تاعها توجور فيها قاعدة زجاجية من الفوق. في الاخير خوتي ما عليا غير ما نقول لكم بارك الله فيكم على المتابعه، كثرونا من الجام. الصالون هذا راه السعر تاعو 17 مليون و500 بالنقل، حاجه ما شاء الله في محلات اثاث ثقه. توجور راح تستفادوا من عروض تهمكم تهمكم بزاف. وش نقول لكم في الاخير، صحه شريفتكم، سلام.